اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وجه باستخراج شهادات ميلاد مميكنة مجانا للأطفال اللي بيتلقوا العلاج بمستشفى مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان وتوزيعها عليهم. وفي هذا الإطار قامت مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان باستلام الشهادات المشار إليها وتم توزيعها على أسر الأطفال، وده في إطار حرص وزارة الداخلية على تعظيم منظومة حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي مع كافة أطياف المجتمع.